ما قدر يجي لهيك طلب مني إني إجي وكون مكانه. يعني تركك هون مشان تكون محله؟ بالضبط. طلع اشتغل وبلا حكي زايد، ماشي؟ مين اللي عم يحكي؟ أساساً عندي مليون شغلة أعملها اليوم. لازم بلش بالطبخ وأعمل بطاطا مع شوربة رشاد وخبز محشي بالخضرة. لوين رايحين شهر العسل؟ مرحبا. أهلين. مو قصدي إني سلم عليك. مو قصدي تسلم، قصدي اسكت. مرحبا. لك لا مو هيك كمان. اخ منك، شو قلت لك؟ اشتغل وبلا حكي زايد، صح؟ بس كتير هيك. هي انا عم احكي، ضل حضرتك تقرر شو بدك يعني اعمل هلا. ما عم افهم عليك بالضبط، شو اعمل بحالي؟ اوه علينا، وجعت لي راسي. اشتغل وحاجه تحكي، روح على شغلك يلا. طيب يعني واحد كان عم يشتغل ومو صاير عليه شيء، واجت هي فجاه وصارت تعيط. لا وكمان فوق ما عطلتوني على شغلي بالاخر، انا اكلت البهدله. بس شو هاد؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفره على وياك مجانا وبي